انا عايز اقول بس حاجه يا جماعه، وهي رساله بوجهها طبعا لجمهور النادي الاهلي. يعني بعض الجماهير عشان ما عممش يعني يخفوا شويه على موسيماني. بالظبط. الراجل يا جماعه زي ما الاستاذ جمال كنا بنتكلم بيلعب في ظروف صعبه جدا مش ظروف عاديه. وبعدين لو احنا هنقيم الراجل بالنتائج يا جماعه، في احسن من كده نتائج خلال الفتره اللي مسك فيها؟ في ارقام بتتكلم عنها. في احسن من كده نتائج في ظل اللي لسه احنا بظروف اللي بيلعب فيها كل يومين، اصابات كثيره جدا في النادي الاهلي، كورونا معطله القصه كلها، الضغط ده كله، وماشي في بطولتين الحمد لله، ماشي في افريقيا وعدى دوري المجموعات، ولو المؤجلات اللي فاضله هيبقى برضه هيتصدر البطوله الثانيه في الوقت ان في ناس كانت بتلعب معاك في افريقيا وخرجت. وبرضه يعني انت فاهم ازاي هو في حتى في لما اي مشاهد اي متابع اي حد من الجمهور يتابع تشكيل الاهلي في المباريات الاخيره، هتلاقي انت عندك غيابات اضطراريه كتيره جدا. بالظبط كده. فانت بتضطر يعني خط الظهر مثلا ما هو بيتغير، كان محمد هاني وبدر بنون وياسر ابراهيم ومثلا علي معلول، اتغير تماما. انت بتشوف النهارده لعيبه تانية خالص، رباعي الدفاع غير ما انا بقول لحضرتك، ده غير كل الفريق بيتغير. يعني فلابد برضو ان فعلا ندي الراجل العذر انه يعني زي ما بيقولوا اللي ايده في الميه. بالظبط. ولذلك انا ما بقول وجهه نظر، انا بقولها طبعا وانا بره. ما يجيش واحد بقى، ما يجيش واحد يا امير يقول لك ايه يا عم ده الف به تثبيت تشكيل. يا عم ما تتكلمش كده شعارات على الفاضي. هو هيثبته ازاي يعني؟ هيثبت الراجل بيلعب بيلعب يعني النهارده الراجل بيلعب، بتلاقيه اتصاب في اخر الماتش، بتدور على واحد تاني. انت بتجيب الراجل الثالث بالظبط في المركز وبتلعب، واحيانا ما بتلاقيهوش. ما تشوف سعد سمير لسه راجع واصابه، تعرض لاصابه تاني، جددت اصابته. بلاش يا استاذ جمال. الراجل الباك ليفت علي معلول مثلا، وايمن اشرف ومحمود وحيد، وبيلعب واحد من يعني من الاشبال. وعلى فكره الولد ده في الاشبال انا متابعه، ما بيلعبش باك ليفت اصلا، بيلعب ديفندر. ايوه نص ملعب. فكون انه يلعب تحت ضغط كون انه يلعب تحت ضغط في الظروف دي، ده هايل ما شاء الله عليه. يعني بيلعب بالبدائل المتاحه. طب قول لي المدرب يعمل ايه؟